الله يهديهم على هذه الاشاعات الكاذبه. شوفوه سولوا فيه لان سعاد صابي الام المغاربه سعسعونا ومرضونا وبكاونا وخلعونا عليها كيقول لك راه توفات. سعاد صابر ام المغاربه جميعا. زعما كنقول مرة أخرى الله يهدي هاد الناس، الله يهديهم الله يهديهم على هاد الإشاعات الكاذبة اللي كيطلقوا على الفنانين. قبل ما تسوء تأكدوا بأن ديروا عليه أنه مات حكارة، شوفوه سولوا فيه أشنو وقع ليه، أشنو واش خدام واش ما خدام، واش واكل واش شرب، أش كاين يعني. حتى الله يهدي بعض الفنانين بعضنا، حنا بعضياتنا ما كنسولوش على بعضياتنا، ما كنسقسيوش على بعضياتنا وما كنساندوش بعضياتنا. هذا هو اللي بغيت نوصل. الله يهدي ما خلق، انا ماشي نقول على كل شيء يعني، بعض الفنانين كل واحد الله يحسن العوان ليه، ولكن خصنا نديروا اليد في اليد ونسول على بعضياتنا. وهذه الاشاعات اللي كيطلقوا على الفنان راه بزاف، راه كتسدي حتى المعنويات ديالو، كتحطمو يعني. تتكون الفنان باقي على قيد الحياه وكتقولوا ليه راه مات وهذا، وكتخلقوا المشاكل العائله والاحباب والناس داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. تنشكروا الناس، تنشكروا الناس اللي كتساندنا واللي دائما قلبهم مع الفنان المغربي المناضل لهذا البلد وهذا الميدان الفني. الله يهديهم، الله يهدي ما خلق. احمد بوعوا اعلامي منتج سيناريست ومخرج. الحمد لله والصلاه على الحبيب. اولا يعني اليوم كانت واحد اللمه جميله جدا في مهرجان سينما التلميذ، سينما ابداعات التلميذ في دورته الثالثه. كانت واحد اللمه يعني ديال الاعلاميين والفنانين والصحفيين ورجال التعليم، ولكن اللي نور هذه اللمه كامله هي الفنانه المتالقه واللي دخلت الجميع البيوت دون استئذان، اللي هي لالة سعاد صابر. لالة سعاد صابر اللي كيعتبرها الكل انها ام المغاربه، وعلى الاجماع سبحان الله يحبها الجميع. واليوم يعني احنا كنامنوا ان الانسان ينتقل من دار الى دار، القلوب الطيبه تنتقل من دار الى دار احسن من هذا الدار. ولالة سعاد يعني الحمد لله ان كان خبر ديال الوفاه ديالها اشاعه، وزادت يعني تاكد الحب ديال المغاربه لالة سعاد. مساء الخير عليكم. انا الحضور ديالي اليوم مهرجان ديال الاخت اسماء بن زكور اللي كنحييها وكتعجبني بزاف النضال ديالها والصمود ديالها. الحمد لله المهرجان ديالها والصبر ديالها والتعاون مع واحد المجموعه من الاصدقاء اللي هو هذا المفروض اللي خصو يكون اللي عاونوها باش كبرت الدوره هذه الثالثه. يعني المهرجان ديالها غادي الحمد لله غادي وكيزهر غادي وكيبان غادي وكيكبر، ولكن الحاجه اللي كنبغي نوصي على اي واحد هو المسانده الفنان مع الفنان. ما يكونش واحد الحقد، ما يكونش كراهيه، نجيو نساندوا بعضنا، هذا هو المفروض. حيت اليوم تحتاجني وانا غدا نحتاجك، هذا هو اللي خصو يكون. واللي عجبني عجبني بزاف.
بزاف اكثر هو الحضور ديال الحجه سعد صابر اللي الحضور ديالها دائما كيضيف لاي تظاهره اللي حنا اليوم شفناها حيت هاد الاي حيت هو البارح شي ثلاث ايام هادي زعزعونا ومرضونا وبكاونا وخلعونا عليها كيقول لك راه توفات الله يطول في عمرها وباقي محتاجينها وخصها تكون معانا. بدايه اهلا وسهلا معكم الفنان جمال الغيواني. جيت سعيد اليوم بالتواجد ديالي اليوم بالمركب الثقافي الحي المحمدي انطلاقة المهرجان السينمائي للتلميذ. هذه البادرة اللي كنعتبرها جيدة وطيبة كاستمرارية للإبداع الفني السينمائي في الوطن ديالنا الحبيب، وما زاد جمالية هو الاعتراف والتكريم والتقدير للفنانة القديرة الكبيرة أم المغاربة جميعهم بما فيهم عبد ربيه اللي عشنا معها أجمل لحظات وأجمل يعني الأحاسيس الجميلة سعاد صابر. وكنت جد سعيد أنني كنت واجد معها اليوم وتصورت معها وفرحان لأن عشنا معها على طول أكثر من 60 سنة أروع مك. الحقيقة إحنا محتاجين في هذه اللمات، هذه اللمات الفنية ديال المبادرات اللي كنت كنديروا بواحد اللهجات وكنمشيو للجبال والصحراء ويكونوا أخي وصديقي حسن الرايس كل حب لا شهاده في بنتكم كل ما تكون فنانه سعيده اسكن اللي كنقدروها وسعيد انها كتكرر اليوم في هذا المهرجان اللي هو موجه للتلميذ اللي هو سينما ابداعات التلميذ. قبل ما نتكلم معكم جميعكم مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.